نصائح لمرضى القلب اللي دا يتابعونه واللي يتصلوا، وأيضا أحتاج نصائح للعناية بالقلب للناس الطبيعيين. أولا اللي عنده مرض قلب يعني نعم خلاص مشخص لازم يلتزم بالعلاجات. نعم عادة هذول المرضى يحتاجون مثلا بعض المرات 7 أنواع من الحبوب، نعم فورا شهر شهرين يجون مرضى للعيادة يقول ما أقدر آخذ 6 7، هذا يعني حظه خلص هذا أنت خلاص. لازم إيه. نلتزم بالعلاجات. ثانيا الرياضة، ثالثا الأكل الصحي، يعني هذول كلش كلش مهم كنصائح لمرض القلب. المرضى القلب مرضى القلب والناس ناس العاديين الاعتيادية نفسها يترك نفس الشيء، يترك نفس التدخين. بقدر الإمكان التدخين، القلق والقهر ما نقدر والمشاكل، نترك هاي يعني تقللها على الأقل. نتقللها. نعم والأكل الصحي، وأهم نعم شيء هو الرياضة، أهم نعم شيء هو الرياضة. تمام.